السلام عليكم ومرحبا بكم محبي الزراعة والمشاريع الزراعية. سوف نتحدث عن مشروع زراعي مربح بامتياز ويقام بتكاليف صغيرة. سوف نتحدث عن هذا المحصول الزراعي المربح. كم هي الأرباح التي يمكننا جني من هذا المحصول الزراعي الذي تتعدى أكثر من 8000 درهم في الأسبوع، أي ما يعادل 800 دولار في الأسبوع بالنسبة للأرباح للهكتار الواحد. كذلك سوف نتحدث عن المساحات الصغيرة، فهو يتناسب مع المساحات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة. كما تلاحظون بعد وقت مشاركة العديد من الحلقات حول زراعة الباذنجان من تشجير وزراعة البذور وإعداد التربة، أصبح النمو على هذا الشكل، أصبح الباذنجان جاهز للحصاد وللبيع. لهذا سوف نتحدث عن الأرباح وطرق التسويق وطرق البيع في هذه الحلقة. كما تلاحظون بالنسبة لمشروع زراعة الباذنجان يقام بتكاليف صغيرة، ويمكن بيع وجني أرباح ممتازة من هذا المشروع الزراعي، لأنه من المشاريع الهامة في الزراعة ذات ربحية عالية، حيث أن المنتج مطلوب في فصل الصيف ويمكن بيعه بسهولة وتسويقه مهما كان الحجم المتوفر لديك. كما تلاحظون يتناسب مع المساحات الصغيرة بشكل جيد، خطوط متقاربة 1 متر ومسافة بين الشتلات 40 سنتيمترا. لهذا فهو يتناسب مع المساحات الصغيرة. من يمتلك قطعة أرض صغيرة يريد الاستثمار في بعض المشاريع الزراعية المربحة والتي تقام بتكاليف صغيرة، سواء إذا كانت عندك مساحة صغيرة 1000 متر 2000 متر 1 هكتار، يمكنك الاستفادة منها وتحقيق أرباح كل أسبوع لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر في الموسم. كذلك كما تلاحظون بالنسبة لطرق البيع وطرق التسويق، هناك طريقتان: طرق البيع بالجملة وطرق التسقيط. سوف نتحدث عن الجملة وأثمنة الجملة في هذه الحلقة، لأن جل المزارعين يفضلون أثمنة الجملة. بالنسبة للإنتاج فهو مرتبط على حسب العناية ونوعية البذور. أول شيء يجب اختيار البذور الجيدة الصنف والإنتاج والشكل. من الأفضل البذور الهجينة، نقوم بتشكيلها في مسألة صغير تحتاج لكي نقوم بها إلى الحقل المراد زراعته من 40 إلى 50 يوم لكي تكون جاهزة الشتلات للزراعة. بالنسبة لحصاد الباذنجان يبدأ من 60 يوم إلى 75 يوم من حيث بداية الحصاد. الحصاد يبدأ بشكل تدريجي، الأسبوع الأول الأسبوع الثاني وهكذا. بالنسبة هناك أصناف مبكرة يمكننا زراعتها وحصادها في أقل من 60 يوما، وهناك أصناف متأخرة. على حسب اختيار نوعية البذور تلعب دور كبير من حيث الأرباح. بالنسبة للمبيعات فهي على حسب الطلب والعرض في السوق. بالنسبة للحصاد سوف نختار الحصاد على شكل صناديق، وهناك بعض المزارعين يقومون بالحصاد على شكل أكياس. سوف نتحدث عن الصناديق التي يمكننا حصادها من هذا المحصول الزراعي. بالنسبة لوزن الصندوق، بالنسبة للإخوان الذين يتساءلون، ما بين 18 و20 كيلو للصندوق الواحد. بالنسبة للإنتاج في 1000 متر مربع، سوف نختار المساحات الصغيرة في هذه الحلقة، ويمكننا تطبيقه على المساحات الكبيرة. بالنسبة للهكتار فهو معروف عليه 10000 متر مربع، سوف نختار 1000 متر مربع ويمكننا تطبيقه على المساحات الكبيرة. بالنسبة 10000 متر مربع عفوا، يمكننا حصاد في المتوسط ما بين 40 إلى 60 صندوق في الأسبوع الواحد. كما تلاحظون بالنسبة لمساحة 1000 متر مربع، ما بين 40 إلى 60 صندوق في المتوسط إذا كانت العناية وخصوبة التربة والبذور الجيدة. فبالنسبة لوزن الصندوق يتراوح ما بين 18 و20 كيلوغرام. بالنسبة للمبيعات فهي كذلك مرتبطة على حسب العرض والطلب في السوق. بالنسبة للمبيعات سوف نختار مبلغ المتوسط ما بين 2 دولار إلى 5 دولارات للصندوق الواحد. يمكن هذه الأرقام أن تتغير. أسبوع الأول يمكنك بيع بثمن، أسبوع القادم بيع بثمن آخر، وهكذا. بالنسبة للأثمنة فهي لا تعرف ارتباطا دائما، حيث أثمنة يمكنها أن تتغير في أي وقت. سوف نختار أقل تقدير ما بين 2 دولار إلى 5 دولارات، أي 20 درهم للصندوق الواحد و 50 درهم للصندوق الواحد. سوف نختار مبلغ 20 دولار كأقل تقدير، أي عفوا 2 دولار أو 20 درهم كأقل تقدير. بالنسبة 40 سوف نقوم بضربها في 10 لكي نحصل على مساحة هكتار واحد، أي ما يعادل 400 صندوق كل أسبوع، أي 40 مضروبة في 10
لكي نحصل على مساحة 10,000 متر مربع أي هكتار الواحد من حيث الأرباح. بالنسبة 400 صندوق سوف نقوم بضربها في 20 درهما أي 2 دولار، أي ما يعادل من الأرباح 8,000 درهم بالنسبة للعملة المغربية. بالنسبة للعملة سوف نقوم بتوحيدها أي الدولار، لكي جل المشاهدين يعرفون المبلغ أي ما يعادل 800 دولار في الأسبوع الواحد. بالنسبة للعملة المغربية 8,000 درهم تقريبا 160,000 من حيث الأرباح. فهذه ليست أرباح صافية، سوف تقوم بإزالة المصاريف، التسميد، العناء، العمال، الطاقة من حيث السقي، الكهرباء أو الغاز أو أي شيء من هذا القبيل من حيث الأرباح، وسوف تبقى لك أرباح جيدة جدا من هذا المحصول الزراعي لأنه يقام بتكاليف صغيرة. بالنسبة للمبيعات التي ذكرناها فهي أقل تقدير 20 درهم للصندوق الواحد. فبالنسبة للأثمنة الحالية فهي تتراوح ما بين 5 دولارات إلى 7 دولارات للصندوق الواحد بالنسبة لأثمنة الجملة. إذا قمنا بضرب 400 صندوق في 50 درهما أي 5 دولارات فهي أرباح هائلة وأرباح كبيرة جدا تتعدى أكثر من 2000 دولار أي 20,000 درهم مغربية في الأسبوع لمدة تتراوح في الشهر. سوف تقوم بحصاده من 3 إلى 4 في المتوسط فهي أرباح جيدة بالنسبة لهذا المحصول الزراعي. وهذه الأرقام التي نذكرها فهي أرقام عايشناها وسوف نقوم بمعايشتها إن شاء الله مستقبلا. فأثمنة الخضروات لا تعرف استقرارا، أسبوع القادم بثمن وأسبوع القادم ثمن آخر على حسب طلب والعرض في السوق. بالنسبة لمتطلبات الزراعة تحتاج إلى بذور، تحتاج إلى أرض زراعية كيف ما كان نوعها، نوع التربة ثقيلة الخفيفة الرملية. بالنسبة هل البتنجان يحتاج إلى كمية كبيرة من الري، فهو يحتاج إلى كمية متوسطة نوعا ما على حسب موسم الزراعة ونوعية التربة. بالنسبة للسقي السقي بالتنقيط أفضل طريقة من أجل تسميد أسمدة كيميائية التي سوف نقوم بذكرها الحلقات القادمة. بالنسبة للسقي يحتاج من نصف ساعة إلى ساعة في اليوم. بالنسبة للسقي سقي مرتين، سقي في الصباح الباكر وفي المساء أفضل طريقة بالنسبة للبتنجان. وكذلك رش المبيدات الفطرية لتجنب أمراض الفطرية، فهذا مشروع زراعي ممتاز يجب العناية والبحث في هذا المحصول إدخال بعض المعلومات بالنسبة لحيث المزارعين الذين يقومون بزراعة البتنجان والاستفادة وتوكل على الله في هذا المحصول الزراعي، فهو مشروع مربح ممتاز وبالتوفيق.